اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا بسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كده. كله كويس؟ الحمد لله. طب الحمد لله. اخبارك ايه يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام الحمد لله. كريم، عايزين نبدا الاول بكاس الرابطه بكره. لا. مباراه الاهلي، لان الحقيقه مفاجات كثيره جدا بتحصل في كاس الامم الافريقيه، لكن لا. اهلي واسماعيلي كلاسيكو من كلاسيكيات طبعًا كره القدم طبعًا المصريه. انا مبسوط من يعني البطوله، عشان زي ما قلنا قبل كده انها تخلي اللعيبه رجلها في الملعب وكمان تطلع ناشئين. وانا مبسوط اكتر من القائمه الاخيره اللي اعلنها الجهاز الفني بان الولاد الصغيرين فعلا في البعض برضو لا انا مبسوط جدا. انا بشوفها دايما عامله زي الاي اف ال كاب في انجلترا، ان دي بطوله ما فيهاش تتحط، ما فيهاش تتساوى طبعا باهميه كاس مصر او بالدوري، ففرصه ان انت تكسب منها الحساسيه للولاد والصغيرين، وان ياخدوا خبرات ويلعبوا تحت ضغط مشاهده التلفزيون والناس تشوفهم. برضو امانه لعب الدوري الشباب والمسابقات للفئات السنيه والعمريه الاقل ربما ما بتتشافش، واهميتها بنستنى بس لعيب يلعب في كاس مصر، بنستنى لعيب يلعب في الدوري. لكن احنا لما نشوف بقى المجموعه كلها كابتن اسلام بتلعب مع بعض في البطوله دي، اعتقد دي فرصه كويسه. وكمان بس عايز اكد على نقطه، في بعض الناس طبعا بيقولوا للعيبه اللي هم بيلعبوش مع الفريق الاول ان هم يطلعوا اقصى ما عندهم في البطوله دي، عشان ممكن يكونش عندهم فرصه. يعني مثلا اقول مثلا حسام حسن، طبعا حسام حسن وجوده مهم، لان اللعيبه الصغيره لما تلعب مع لعيب من الفريق الاول ولعيب خبره حاجه بتديهم برضو سند، حاجه بيتسندوا عليها. ولكن ما اقدرش انا احاسب حسام في المباريات دي زي ما حاسبه وجنبيه الفريق الاول للنادي الاهلي. فانا حابب ان احنا دايما ناخد البطوله دي بشكل طبعا اكيد النادي الاهلي طول عمره بيهدف للمكسب، ولكن في بعض المناسبات وبعض التجارب اللي انت محتاج تسيب الناس تلعب فيها بدون ضغوطات عشان يقدر يتطور. لان احنا دلوقتي بكره نكسب لاعب، نكسب النهارده يعني مثلا زياد طارق، الناس كلها مبسوطه. مش عايز اتكلم على اسماء، يعني خلينا نتكلم بشكل عام. بدي مثلا عندنا مجموعه جيده المجموعه كمان كلها دي بتلعب مع بعض بقالها فتره في دوري الشباب، لما يلعبوا مع بعض قدام الفريق الاول نادي اسماعيلي. نادي اسماعيلي بيلعب الفرقه اللي هيلعبوها بكره دي، الفرقه المعظمها بتلعب الدوري قدام النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل فرق الدوري الممتاز. فبالتالي انا شايف ان السيستم اللي احنا ماشيين بيه ده السيستم الامثل لينا في الوقت الحالي. احمد رايك ايه برضو في المباراه؟ انا اتفق مع كريم في حاجه واختلف في حاجه. اختلف بقى. اتفق ان طبعا في اختيار موسيماني لمباراه قائمه الجونه كان هايل اكثر من رائع. ليه؟ لانها كان بيجمع ما بين بعض الخبرات والشباب. شايف مباراه بكره اختلف شويه، ان القايمه كلها شباب، لا يعني لكذا سبب. اول نقطه مش كلها، هو ثلاثه، حسام حسن وعمار وكريم. يعني حتى اللي موجودين مش يعني كلها شباب يعتبر، حتى مواليد 2003 ده مصعد رأفت خليل ويوسف شريف، لعيبه كلها لعيبه كويسه جدا، يعني انا متابعهم ولعيبه هتبقى من احسن اللعيبه في مصر. ولكن اللعيب الشاب بيبقى محتاج لعيب خبره يسند معاه. أوكي. دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه، انت بتلعب نادي الاسماعيلي بالصفقات الجديده اللي عاملها، ودايما التاريخ بيفتكر النتائج دي، فدي حاجه مهمه جدا ان انت لازم يبقى في لعيبه خبره جنب اللعيبه الشباب تاخد بايدها. تمام. عشان ما اكونش بغامر باللعيبه ديت. وجهات نظر. الحاجه الثالثه، انا عايز اجهز يا كريم بعض اللعيبه لكاس العالم للانديه، لعيبه زي حسين الشحات، لان بعد اسبوعين عندنا برضو كاس عالم للانديه، عندنا حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر قفشه، عبد القادر. يعني انا اتمنى ان اللعيبه دي لو دخلت لكورونا. ماشي، بس اللعيبه دي محتاجه تاخد فورمه مباريات. حتى لو عملت مزيج من الفرقتين، يعني لو حطيت سته او سبعه من العناصر الاساسيه واربعه شباب، كسبت منهم مغربي مثلا وكسبت محمد اشرف الباك ليفت. عايزين اسماء. بلاش اسماء يعني. كسبت مثلا بعض الشباب اللي طالعه ثلاثه اربعه وسط سته، ابقى انا كده خلاص. يبقى انت في نفس الوقت برضو حتى لو مش بتلعب، هو خلاص واضح ان من اختياره للقائمه ان هو مش بيلعب على البطوله، هو بيلعب عايز يقلد الاف اي كاب اللي هي فكره بالزبط. الدوري الانجليزي بالظبط. ده وجهه نظري، لان انا عايز اصعد بعض اللعيبه، سواء النادي الاهلي يكسب سواء مادي او فني. مادي ازاي؟ ان اللعيبه دي ممكن تطلع اعاره هتكسب وفي نفس الوقت تكتسب شخصيه. الفكره اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي زي محمد عبد المنعم النهارده. محمد عبد المنعم بسم الله ما شاء الله بقى ثالث مساك في مصر، وربما يكون الثاني في البطوله بعد اصابه الونش. فده مكسب كبير طبعا. الونش جاله شد خلاص رسميا، يعني
شد في العضله الاماميه ولن يكون مشاركا في مباراه السودان القادمه وبالتالي هيبقى الاقرب طبعا محمد عبد المنعم. ولكن طبعا انا شايف في القايمه بكره اسماء الناس تتفرج عليها برضو، اسماء هتبقى ان شاء الله يعني اسماء كويسه جدا. عندنا ده يحسب برضو المستر بروكيتش التشيكي وكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، ويحسب للنادي النادي الاهلي دايما يقول طبعًا. البعض اللي يقول لك النادي الاهلي بيشتري من بره ما بيطلع، يا جماعه النادي الاهلي عنده اولاد من ابناء النادي الاهلي كويسين جدا. النادي الاهلي ولاده ميزه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولاد بيطلع نجوم كتير زي ما شفنا المباراه اللي فاتت طلع كذا اسم كويس جدا، ده بياكد ان قطاع الناشئين. انا مش عايز اتكلم على اسماء تحديدا ليه؟ الولاد صغيرين لما يشوفوا ان فلان بيتكلم وعلان بيتكلم طبعا المفروض ان هم ولاد النادي الاهلي وعارفين كويس جدا جدا ان انت لسه بدري قوي قوي قوي. هم حقهم برضو ان احنا نديهم حقهم، بس يعني لازم يعرفوا ان دي حاجه بدايه، مجرد بدايه بالظبط ان انت بدايه. حتى لو اتكلمنا على بعض اللعيبه انت بدايه، انت احنا هنا دورنا ان احنا نشجع بعض النجوم اللي طالعه كتشجيع، لكن مش معنى كده ان انت بقى خلاص النجم، لا انت لسه ما عملتش حاجه، انت لسه اول مباراه ليك مع الفريق الاول، ولازم بكره اللعيبه كلها الموجوده في القايمه لازم بكره تعمل حاجه لاسمك، ولازم كل الناس اللي في القطاع سواء اللعيبه الموجوده كلها كل الناس بتتمنى تاخد فرصه لعب مباراه مع الفريق الاول في النادي الاهلي، لما تجيلك الفرصه اتمسك بيها. زي لو تسمح لي اقول بعض الاسماء في المباراه اللي الاخيره، المباراه الاخيره محمد مغربي مساك هايل جدا جدا جدا، زياد طارق، احمد سيد عبد النبي الباك رايت مكسب كبير جدا، محمد اشرف الباك ليفت اكثر من رائع، عبد الرحمن مانو اللي اخذ رجل المباراه هايل جدا، نصير كويس جدا، احمد سيد غريب برضو مهاجم كويس، محمد احمد سيد غريب بيلعب جناح وبيلعب مهاجم، محمد ياسر برضو مهاجم، في محمد فخري الوينج وزياد طارق اثنين اجنحه كويسين جدا. يعني في لعيبه برضو مدخلين بكره في 2003 شرقيه، محمد شرقيه ده مدافع منتخب الشباب اصلا. عندك برضو في رأفت خليل جناح ووينج من الهدافين، مصطفى شوبير مكسب كبير في مباراه الجونه يعني. فانت كسبت، بص بص زياد طارق والترقيصه دي، يعني لعيب ده بيدل ان هو عنده مهاره، عنده الموهبه. زياد طارق بقى ناقصه ايه؟ لعيب كبير وكويس ومهاري وجاي، بس ناقصه القوه البدنيه من وجهه نظري، لازم يشتغل على ده في الفتره الجايه. انت لعيب مهاري عندك الموهبه، بقى هو بيعدي من اتنين مين؟ اسلام محارب وكريم طارق، اتنين كبار في السن، لكن لازم تكمل حته الجانب البدني عند زياد طارق، الدور الدفاعي، الحاجه دي لازم الفتره الجايه تشتغل عليها. ليه؟ لان ده دور بقى اللعيبه الصغيره اللي طالعه عشان تبقى توصل للفريق الاول في النادي الاهلي، الحاجات دي اللي تكملها. برضو محمد مغربي اللي هو بيقطع الكره دي، لو نستعرض الفيديو بتاع محمد مغربي اللي هو التمرير، محمد مغربي برضو مكسب كبير، واحد من احسن، وهنا النادي الاهلي بيشتغل بطريقه ممتازه ممتازه. ليه؟ لان النادي الاهلي بقى عنده اثنين مساكين يا كابتن اسلام هايلين، محمد عبد المنعم في منتخب مصر ومحمد مغربي، ووراهم جاي محمد احمد شرقيه، يعني عندك ثلاث مساكين ممتازين، محمد عبد المنعم، محمد مغربي، محمد احمد شرقيه. محمد مغربي بقى مستو ايه؟ المدافع اللي بيلعب برجله الشمال ده حاجه كويسه، عمله نادره زي ايمن اشرف كده مع الفرق اللي هي بتلعب على الاستحواذ دايما، والفرق اللي عندها شخصيه زي النادي الاهلي. ادي محمد مغربي اهو، بص عليك بيضرب دفاع الجونه كله بتمريره واحده، لعيب صغير في السن عنده شخصيه، ازاي بيعرف يبني الهجمه من ورا، وازاي بكسر دفاع الخصم بتمريره بتحرك بدون كوره. فده واحد من المكاسب اللي انا شايفها نتمنى ان هو يواصل على ده. مش معنى كده ان انت خلاص بقيت نجم، لا، مهم جدا ان انت تواصل على ده يا مغربي. لازم مغربي عنده بيلعب يعني بيبني الهجمه بشكل كويس جدا، بيتمركز صح، الالتحامات بتاعته شغاله كويس، بيلعب برجله الشمال، ممكن تستخدمه كباك ليفت، وانت اصلا موسيماني بيلعب بثلاثه ورا، فعندك حته المساك اللي ناحيه الشمال ده محمد مغربي يقدر يلعبها. ده زياد طارق. طبعا زياد طارق عمل مباراه ممتازه جدا قدام الجونه، وانا كمان حابب ان احنا ناكد على نقطه العب براحتك، يعني ما يبقاش في اي ضغوطات، لان يعني برده لازم الجمهور يعرف الحته دي. بعض يعني شفت برده بعض الناس معلقه على التعادل، لا، ما ينفعش نتعامل مع المباريات دي كانها مباريات كاس او كانها مباريات في الدوري، لان مهم جدا ان الضغوطات تتشال من على اللعيبه في نوعيه المباريات دي، لان طبيعي وانا بلاعب نادي الاسماعيلي او بلاعب مقاولين او بلاعب الجونه، وفي فرق سن وفرق خبرات كمان في مباريات الدوري والكاس، الاولاد دول مهم ان هم ياخدوا الخبره، والخبره ليها ثمن، ليها ثمن. فما طبعا ممكن نكسب، يعني مين ينسى النادي الاهلي في سنه 85، النادي الاهلي بفريق الشباب كسب نادي الزمالك بنجومه في سيمي فاينل كاس مصر.
فاللي عايز اقوله لا، احنا لازم ماتشات الولاد اللي اقل من 22 سنه 21 سنه لازم يتشال شويه من الضغط، العب براحتك مفيش مشكله. ولازم يغلط، ما هو هيتعلم ازاي؟ ما هو لازم عشان يتعلم لازم يغلط، ولما يغلط نصحح له الغلط. وبالتالي انا بشوف ان شيء جيد ان احنا نكسب لعيبه صغيره، شيء جيد ان احنا نديهم الفرصه الكامله. وانا مع موسيماني ليه في حته كنت عايز اقولها لاحمد، في حته اللعيبه اللي في الفريق الاول، لان انا عندي مسحه يوم 31 يناير بتاع الكاس بتاعت مونديال الانديه. المسحه دي هي مسحه واحده يعني وان شوت يا لا لاي سبب كان، لاي سبب كان. انا اسف ده لو لعيب اسف ما يعني ما خدش باله وفي حياته العاديه يعني خالط مع حد عنده لا قدر الله كورونا بره المونديال، ده جايز برضه. ده جايز طبعا. بس هقول لك انت بتحاول تقلل المخاطر يعني على قد ما تقدر. هو على قد ما يقدر بيحاول يقول لنفسه ايه، انا عملت اقصى ما يمكن عمله. فبالتالي اقول لك على حاجه كده، هكمل دي هكمل. فبالتالي انا النهارده كجهاز فني وكجهاز طبي اقول لا، انا عايز ابقى مأمن نفسي، لان طبعا المشاركه في كاس الانديه اهم بكتير من المشاركه في كاس الرابطه. لو انا النهارده محافظ على لعيبتي والبيئه اللي هم فيها، ممكن اديهم بعض الجرعات التدريبيه الزياده في التدريبات بعيدا عن المباريات. هي دي النقطه اللي كنت هسالك فيها. اتفضل. انا راجل دلوقتي راح العب كاس عالم انديه. أيه. صح. أيه. طيب هل ينفع اروح العب كاس عالم الانديه من غير ما العب ماتشات؟ لا، اول حاجه حتى لو ودي. طب بس اول حاجه يا كابتن اسلام، اول حاجه لازم انا اخد بالي منها. خلي بالك انا بسالك اسئله الجمهور طبعًا العادي طبعًا، لانه طبعًا. انا في الاخر طبعًا. من الناس محتاجه انها تعرف. سؤال منطقي جدا، بس انا في الوقت الحالي اول حاجه لازم اخد بالي منها هي كورونا. شايفين في امم افريقيا مثلا نجمين منتخب الجابون هم اوباميانج ولامينا، الاثنين اوت بسبب كورونا، واللي هو الاصل المنتخب مبني عليهم. يعني منتخب مصر بس ما شاء الله عندنا مثلا يعني عندنا ايه بدائل كتيره. منتخب زي الجابون ما عندوش، ورغم زي برضه قدروا يتعادلوا مع غانا. بدر بنون اهو وقع بسبب كورونا. في لازم ناخد بالنا في الوقت الحالي ان احنا برضه عايشين اجواء مش طبيعيه، اجواء مش تقليديه بتاعتنا. الجزء الثاني ان انا برضه مباريات كاس الرابطه انا ربما اكون مش واخدها ك مباريات دوري او مباريات كاس، فالمنافس اللي قدامي هيبقى بيلعب بعنف زياده او بقوه زياده، فممكن هي يعرض لعيبتي للاصابه. انا لازم احمي المجموعه بتاعتي اللي احنا اوريدي كمان يا كابتن اسلام في الوقت الحالي احنا خسرنا كذا لاعب للاسف في المونديال الجاي، فمش مش ما عندناش مساحه، ما عندناش رفاهيه ان انا اخسر حد تاني لاي سبب كان. وعشان كده انا بشوف ان اختيار اللاعب هي عموما مدرستين، في مدرسه تقول لك زي ما انت بتقول كده حافظ على مجموعه اللاعبين اللي موجوده بكل الطرق، اي ويعني اقلل المخاطر على قد ما اقدر. وفي مدرسه ثانيه تقول لك ما هو كده كده وهو ماشي ممكن لا قدر الله بعيد عن كل اللعيبه اللي في العالم في النادي الاهلي وهو طالع السلم لا قدر الله يحصل حاجه، وهو حد نازل من على السلم وهو طالع من على السلم حد يخبط فيه بقى هو عنده ممكن طبعا يعني ممكن. كل شيء جايز. فهي مدرستين وكل واحد وهو اللي هيتحاسب في الاخر، كل واحد كمدير صحيح. فني صحيح ومدرسته هو اللي هيتحاسب في الاخر يعني. صح. وخاصه المشكله كمان الاسماعيلي جايب صفقات قويه قوي، يعني الاسماعيلي في يناير جابوا اربع صفقات لو استعرضنا حتى صورهم، جايبين واحد جنبي اسمه سايكو كونوتي، ده كان بيلعب في الماتش الاولاني بتاع سموحه جناح يمين، دخل القايمه كمان المهاجم سايكو ده كمسك الحديد صح، جايب 8 اهداف او 9 اهداف في الدرجه الثانيه. ده سايكو اللي هو على يمين الصوره اللي هو لابس 25 في الصوره. ابو شعر الثاني ده اسمه بوي اسمه جان موريل افواري، ده بيلعب بقدم اليسرى وكان بيلعب في اسك الافواري، برده متواجد بكره في القايمه. بعد كده الثالث اللي هو اللي في النص البوليفي كارميلو، ده مهاجم متحرك جاي من بوليفيا، واللي ورا ده الارجنتيني المهاجم الارجنتيني دييجو، ده كان محترف في الاكوادور وده مش موجود في القايمه. لكن الثلاثه الباقيين اثنين اجنحه وواحد مهاجم، اكيد بكره هنشوف منهم اثنين على الاقل وممكن الثلاثه. فالاسماعيلي جاي برده جاي بشكل كويس. الاسماعيلي طبعا فريق محترم بيحاول يعمل صفقات عشان يقعد في الدوري وعايز يبقى فيه بطوله. يعني اللي ملاحظينه ان مثلا فيوتشر بينافس، المقصه بتنافس، عايزه يعني الفرق اللي هي نفسها في بطوله، حتى الاتحاد السكندري مع كابتن حسام حسن نفسه في بطوله، الاسماعيلي واضح كده ان هو برده نفسه في بطوله. فنتمنى ان شاء الله. اهم حاجه ان الشباب يعني البدايه بتفرق يا كابتن اسلام، اول ربع ساعه في مباراه الجونه لما بداوا بشكل كويس وخدوا الثقه وعملوا اكثر من تمرير وتحركوا بدون كوره وبداوا يطبقوا لعب النادي الاهلي بشكل كويس جدا، الحاجات دي مهمه قوي ان انت تاخد الثقه في البدايه. يعني بص حضرتك دول دي 20 تمريره اللعبه دي،
ده لعب النادي الاهلي، يعني ده لعيبه شباب. طبعا محمد هاني كان في وسط الدفاع، ميزه ان انت تبقى حاطط لعيب خبره في وسط الدفاع، محمد محمود كل ده ايه ضغط عالي من لعيبه الجونه، بص بيضغطوا منين، وانت برضو بتطلع بالكره صح من تحت في 20 تمريره، بص كل واحد مع واحد، كابتن رضا شحاته بيضغط عليهم ضغط عالي من قدام وانت برضو بتقدر تطلع بالكره. دي شطاره من موسيماني ان هو عارف يطبق ان ازاي بيطلع بالكره من تحت، وبيطبق نفس الفكر ده مع اللعيبه الشباب، بيحفظهم الكلام ده. بس هنا الميزه في مباراه الجونه ان كان في بعض الخبرات، يعني في محمد هاني في النص، في قدام كان صلاح محسن، قدام كريم فؤاد على الجنب اليمين، حسام حسن، فبدا يحفظ اللعيبه 20 تمريره بتلعبه مع الجونه في بدايه المباراه، اديتك ثقه خلاص، حسيتك ان انت بتلعب بالفريق الاول ما بتلعبش بالشباب. لا انا عجبتني كمان قوي التمريره بتاعت مصطفى شوبير لما رجعت له ما حصلوش اي بانيك، ومرر الكوره كانه لعيب ما عندوش ادنى مشكله خالص، يعني ممكن حارس صغير في السن في لعبه زي دي ومهاجم بيضغط عليه هوب يروح مطفش الكوره وانتهى الموضوع. لكن انا شايف لا، يعني كل ده انا شايف يا كابتن اسلام تجارب بتؤكد فعلا ان القرار بانك تديهم المساحه والفرصه ان هم يعملوا اللي هم عايزينه دي حاجه اكيد هنستفيد منها ان شاء الله في المستقبل القريب. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل الشاشه هنشوف ماذا سيقول كريم سعيد واحمد ثابت فيما يخص مباراه الاهلي وايضا منتخبنا الوطني بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، هبدا بكريم سعيد واحمد ثابت مره ثانيه، هنتكلم عن منتخبنا الوطني. يا احمد خليني ابدا معاك وطريقه اللعب او اللعبه اللي كان بيلعب عليها كارلوس كيروش. طبعا منتخب مصر لعب برضو بالاربعه 3-3. تعال نشوف اول حاجه الثلاثه الارتكاز بتوعنا كانوا مين. عمرو السوليه كان بيلعب في المركز 6 اهو، والنني هو اللي واخد الجنب اليمين، وعبد الله السعيد هو اللي واخد الجنب الشمال. حصل أربع تغييرات في الماتش ده، عمر كمال، أيمن أشرف، عبد الله السعيد، عمرو السولية، أربع تغييرات في منتخب مصر عن الماتش اللي فات. إيه هي اللعبة اللي كان بيلعب عليها كارلوس كيروش أو الفكرة اللي بيحاول يطبقها من ساعة ما جه؟ أول حاجة تعالى نبدأ في أثناء تحضير الهجمة، اللعبة اللي بيلعب عليها، النني أهو معاه الكورة، تعالى نشوف المساحة اللي هي بنسميها أنصاف المساحات، مين اللي بيتحرك فيها؟ محمد صلاح. محمد صلاح دايما بيدخل لجوه وبيفتح المساحه لعمر كمال عبد الواحد دايما اللي بيعمل الاوفرلاب، محمد صلاح بيخش بوشه زي ما شايفين اهي الصوره اهي، بيتحرك وبيخش بوشه لجوه عشان يستلم من النني، عشان يقوم فاتح وشه زي ما احنا شايفين كده بعرض الملعب للمساحه الثانيه الخاليه لمين؟ لعمر مرموش. عمر مرموش بيبقى دايما في اخر الملعب فاتح دايما عرض الملعب، عمر مرموش على الطرف، محمد صلاح بيخش لجوه يقوم عامل له التمريره الطوليه لمين؟ لعمر مرموش. دي لعبة أولانية. اللعبة القرار الثاني وبشكل واضح جدا في الكرة اللي جت في القايم، مين اللي معاه الكورة؟ محمد النني. مين اللي بينزل يستلم؟ محمد صلاح أهو داخل ليه؟ لجوه، دايما صلاح داخل لجوه، بيتحول هو صانع الألعاب بتاع منتخب مصر، وعمر كمال عبد الواحد بيقطع لبره، أدي محمد صلاح بجاي بوشه، فين اللي آخر الآخر خالص؟ أهي في الآخر خالص آخر لاعب جاي عمر مرموش، محمد صلاح بيقوم لاعبها لعمر مرموش اللي فاتح دايما بيشاور له. عمر مرموش وقف الصوره ثانيه واحده يا استاذ سمير، ارجع هتلاقي مع عمر مرموش بيشاور بايده لمحمد صلاح. الجمله اللي بيلعب عليها كارلوس كيروش مع المنتخب، وهي لو كانت جت جون كانت هتتبروز بصراحه، لكن هي حظه ان هي خبطت في القائم. اللعبه دي اللعبه الوحيده اللي شفتها لكروش من ساعه ما جه مصر بيلعب عليها، ان هو عايز يدخل صلاح لجوه كده، وعمر مرموش اهو بيشاور لصلاح انا هتحرك في المساحه اللي ورا الباك اليمين بتاع المنافس بتاع غينيا بيساو، يعني عشان محمد صلاح يقوم لاعب الكوره العرضيه او التمريره القطريه لعمر مرموش. عمر مرموش بايه؟ هات الصوره اللي بعدها بقى، عمر مرموش هتلاقيه بيعمل الكوره بالعرض لمصطفى محمد اللي بيقطع على القريبه، هم متحفظينها، ادي عمر مرموش بيلعبها لمصطفى محمد بيقوم شايطها اللي خبطت في القايم. دي احسن لعبه بيلعب عليها كارلوس كيرو، او دي اللعبه الوحيده اللي شايف ان هي فيها امل شويه، او اللي ممكن يعني الشغل بتاع كارلوس كيروش، البصمه الوحيده لكارلوس كيروش الوحيده ده. طبعا محمد صلاح لما بيخش لجوه وبيشوط ده حل من الحلول الثانيه اللي هو بيحاول نوعا ما يطبقها. تمام، تكمله للكلام ده يا كابتن اسلام برضو نشوف الجزء اللي لعب عليه كيروش على ايمن اشرف، وازاي ايمن اشرف فعلا كان واحد من الاوراق الهجوميه لمنتخب مصر في المباراه دي، مع طبعا الرصه بتاعه الرباعي الامامي. هنا بنشوف بدايه اول 10 دقائق اللعبه دي اتلعبت كتير قوي منتخب مصر، ان ايمن اشرف بيخش على مركز الجناح الايسر، عمر مرموش بيخش مهاجم تاني جنب مصطفى محمد، ومحمد صلاح فاتح
الجبهه على الناحيه اليمنى. ايه الفكره ببساطه؟ الفكره ببساطه ان عمر مرموش بيسرق الفول باك معاه وبينزل بيه عشان ايمن اشرف يبدا ياخد المساحه الاماميه. طيب اللعبه دي كان ينقصها ايه عشان واضحين مع بعض؟ الباس. ده عمر مرموش انا حاسس ان هو عنده ازمه، هو لعيب ممتاز جدا ومهاري جدا، وحتى اللعبه اللي جابها احمد استلم فيها الكوره بمهاره عاليه جدا، لكن عمر مرموش ازمته ان هو بيلعب كتير في المانيا كسترايكر صريح، لما بيتحط على الوينج هو عقليته بتتحول لعقليه فينيشر، انا عايز انهي هجمه، هو لازم يعرف ان الجناح لازم يلعب مع زمايله اكتر ما يفكر في الفينيشنج. طيب تعال نشوف لعبتين اتيحوا لعمر مرموش وتصرفه فيهم كان تصرف سيء. هنا لو نجيب الصوره اللي قبليها ونشوف عمرو السوليه طبعا مايسترو الفرقه بينده لعمر مرموش بيقول له انزل استلم مني الكوره عشان نعمل الجمله اللي احنا اتفقنا عليها، ادي الاشاره بتاعت عمرو السوليه بيشاور لعمر مرموش انزل خد مني الكوره. عمر بينزل فعلا في الصوره اللي بعديها بيستلم الكوره وبيسحب معاه الفول باك، اهو الفول باك اتسحب معاه في اللعبه عشان النهارده يخش ايمن اشرف يسرق كل المساحه اللي وراها سواء من الجناح. هنا نقف هنا في اللعبه دي، عمر عمل 70% من التكتيك، يتبقى اهم جزء في التكتيك ان انت الباس، ان انت لازم تعمل يعني الباس هنا لايمن اشرف عشان ينفرد بالمرمى، وهنا ببساطه ايمن لو خد الكوره هيحطها ار2 في البعيد او حتى ممكن يمررها مصطفى محمد يحط الكوره جون، خلصت اللعبه. عمر مرموش عشان هو عقليته عقليه فينيشر مش عقليه بلاي ميكر، عمل ايه بقى؟ قعد انا اسف يعني في اللفظ دخل لجوه كتير، قعد يتحنجل بالكوره هوب دفاع يعني ماشي يتحنجل اسمها يعجن بالظبط او عجن في الكوره فعلا وضاعت. طيب نجيب كوره ثانيه نفس الكوره، عمر مرموش عمل 70% من الهجمه الصح، استلم الكوره ودخل بيها للعمق، مصطفى محمد نزل له عشان يعمل معاه ال1 2 ويديها له في المساحة الفاضية اللي قدامنا. عمر برضو ما فكرش تفكير صانع ألعاب وفضل أنه يفكر بطريقة اللي بيفنش الهجمة وشاط الكورة الشوطة السيئة اللي خلى مصطفى محمد يقول له يا راجل حرام عليك أمال أنا واقف بعمل إيه. فدي نقط لازم برضو هنا بصراحة ما أقدرش أعيب على كيروش فيها في الشوط الأول، لا ده عيب لعيبة، اللعيب هنا ما نفذش التكتيك المتحفظ عليه، لأنه واضح إحنا الشوط الأول فعلا لعبنا بشكل منظم ولعبنا بشكل مدروس، لكن تنفيذ اللعيبه في الشوط ده ما كانش الافضل، عشان كده خرجنا من الشوط ده متعادلين سلبيا. صح، في الصوره معانا برضو في بقيه الشوط الاول، اخر حاجه في الشوط الاول كان بس في عيب في منتخب مصر. الشوط الاول قدمنا اداء كويس نوعا ما احسن من المباراه اللي فاتت، بس كان في مشكله دايما في وسط الملعب، دي مشكله منتخب مصر في المباريات. يعني بص يا كريم المساحه قد ايه، بص يعني ادي عبد الله والسوليه والنني، بص المساحه قد ايه، مفيش حد بينزل يستلم دايما في الحته دي اللي هي انصاف المساحات او الزون 14. مشكله دايما منتخب مصر تحس ان احنا مفتقدين قفشه في الحته دي طبعا بصراحه. طبعا يعني الحته دي تحس ان قفشك يعني هو للاسف الشديد او مش للاسف ما اعرفش، هي وجهه نظر في النهايه، طارق حامد وقفشه الاثنين فارقين في ايه، وبانت جدا في ماتش زي ده ان انت ما عندكش الخشونه الهجوم الدفاعيه اللي في وسط الملعب، يعني بوجود عمرو السوليه اللي مايل لقدامه بيعتبر بلاي ميكر اكتر من ان هو بيلعب ثالث او بيلعب في نص الملعب، ما لقيتش طارق حامد، وكان النني نفس الكلام خلي بالك صح، ومقعد حمدي فتحي وما لقيتش طارق حامد صح. على الجانب الاخر ما لقيتش في الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده يا احمد ما لقيتش محمد مجدي قفش، هما دول اللي انت الاثنين اللي كنت محتاجهم في ماتش زي ده وبطريقه لعب زي دي، لكن هي وجهات نظر. وظهر الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل البطوله ان عبد الله السعيد ما بيكملش 60 دقيقه، مش هيقدر مش هيقدر، حرام يعني حرام برضو بصراحه يشيله فوق طاقته هو فاهم شيء بالظبط. فالمساحه دي كانت مشكله كبيره لازم كروش يجد لها حل في الماتشات الجايه. تعال بقى نشوف الهدف وايه اللي حصل في قصه الهدف، قصه برضو في ادوار كويسه جدا في الهدف ده. مين اللي بدأ الهدف؟ حجازي فين؟ متقدم لوسط الملعب. بص محمد صلاح فين يا جماعه، خلي بالكم من تحرك محمد صلاح بيتحرك اهو. طبعا الطريقه اتحولت في الشوط الثاني ل 4-4-2، ودى صلاح كراس حربه، صلاح هنا بيحاول يسرق المدافع، حجازي بيمررها له، بص صلاح فين بيسرق المدافع اهو، عمر مرموش هنا، السوليه طبعا مايسترو الفرقه لعيب عظيم طبعا السوليه بيلعبها صلاح اهو، المرموش هات اللي بعدها على طول. بص بقى السوليه بيعمل ايه، السوليه هنا كل الاربع مدافعين عينهم على السوليه، السوليه هنا قدامه حلين، الحل الاول يا يباظي لمين؟ لزيزو ناحيه اليمين، وده الحل الاسهل الحل الثاني يعمل ايه؟ يشوط، لان هو مميز بيه يعني يشوط كده
ده الحل الثاني. طب الحل الامتع واللي هو يعني في حل جيد وحل جيد جدا وحل امتياز، ان انا اعمل التمريره السحريه دي لمحمد صلاح اللي ضحك على المدافعين، اللي هو جاي شوف محمد صلاح بداها بعدين سرق المدافعين ورجع ورا عشان يكسر مصيده التسلل، ودي حركه مهاجم بيلعبها ليه عمرو السوليه، عمرو السوليه بيلعبها ليه محمد صلاح، طبعا عامل زي القناص بسم الله ما شاء الله محمد صلاح. اولا ميزه التحرك، احد تحركات المهاجم اللي هي مفروض تكون موجوده في راس الحربه ان هو يرجع لورا ويكسر مصيده التسلل، دي محمد صلاح عملها بامتياز. الحاجه الثانيه الفينش، عشان يضمنها عمل فينش ممتاز من محمد صلاح بصراحه، وتمريره اسيست ولا اروع من عمرو السوليه. تمام. اخيرا انا كنت اشدت بكيروش في اللعبه اللي كنا عليها في عمر مرموش. تعال بقى، طبعا ما ينفعش نعدي الحلقه من غير ما ننتقد كيروش، لانه طبيعي انه لازم يعمل ترند كده اليومين دول، طبيعي لازم يعمل غلط. دي حاله من الشوط الاول بنؤكد فيها ان المنتخب المصري بيلعب مهاجم صريح رقم 9 بيبقى شكلنا في الهجوم طبيعي وتقليدي. عمر كمال لو هو جه كان نجم المباراه الاول في المباراه دفاعيا وهجوميا بصراحه، بياخد الكره من الطرف الايمن شفناها كتير. مصطفى محمد واحد داخل منطقه الجزاء بيجري عبد الله السعيد كعادته وعمر مرموش عشان يساندوا مصطفى محمد داخل المنطقه، فكده يبقى عندنا ثلاث مهاجمين، ومحمد صلاح بيامن السكند بول لو طلعت بره منطقه الجزاء. ده بسبب ايه؟ بسبب احنا بنلعب بمهاجم رقم 9 صريح طريقه طبيعيه. انت عارف انا اللي فارق معايا اكتر في الكلام انت بتقوله ايه؟ ان مصطفى خد اتنين معاه بالظبط بالظبط، وهجام ومفضي لك جزء كبير جدا ورا الاثنين، وقوي بدنيا بحيث انه يقدر يعمل جامب معاهم، بيقدر يتخانق يعمل كل حاجه. طيب يعني هي لو اتعمل الاوفر صح لعبد الله السعيد ورا رقم 22 جول صح، بس الهجمه يا كابتن اسلام طبيعيه ماشيين صح. تمام. طيب نقارن منها بقى بهجمه حصلت في الشوط الثاني لما هو طبعا عمل التغيير الاختراعي بتاعه ده اللي هو بينزل زيزو، بس لحق نفسه برضو يا اخي من الماتش ده ونزل شريف. والله مش مختلف، وجبنا جون محمد صلاح مش مختلف، بس بنلعب غلط. ليه بنلعب غلط؟ ببساطه نشرحها للساده المشاهدين. محمد صلاح عليه سبوت لايت، هو المهاجم الصريح بتاعنا، وبالتالي محمد صلاح مع ليفربول لما يورجن كلوب بيحطه في المركز ده هو بالنسبه له فولس ناين، لان ليفربول عنده كم سرعات فظيعه. طيب محمد صلاح استلم الكوره مين على الجناح؟ زيزو، لكن في الجانب الامامي احنا صفر، ما عندناش نفس الشكل اللي شفناه في الشوط الاول. طيب زيزو طبيعي هياخد الكوره كجناح، هياخد الكوره ويبدا يجري بيها عشان يرمي الكروس. نجيب الصوره اللي وراها ونشوف شكلنا عامل ازاي، ومحمد صلاح هو المهاجم الصريح بتاعنا. احنا وحيدين، محمد صلاح للاسف مش هيقدر واحد وسط اربع مدافعين وقدامهم كمان ادي هاف ديفندر، ما يقدرش ان هو يعمل معاهم حاجه، فبالتالي زيزو اجبر ان هو يلف ياخد يو تيرن ويرجع بالكوره مره ثانيه ويدور الكوره. حتى ايفن بقول بكل صراحه لو كانت اللعبه الوحيده جبنا بيها الهدف محمد صلاح هو المهاجم، لكن لعبه استثنائيه مش هي الديفولت، ما ينفعش نعتمد عليها، لازم نعتمد عليه. لو انت النهارده نزلت زيزو ما ينفعش تطلع مصطفى محمد، او تعوض ده بنزول محمد شريف، لكن فكره ان محمد صلاح يبقى هو المهاجم الصريح، احب اقول لك روش احنا مش ليفربول وانت كمان مش يورجن كلوب عشان تقدر تنفذ اللي صلاح بيعمله في ليفربول يعمله معانا في منتخب مصر. تاكيدا تمام. تاكيدا لكلام كريم، معانا مقارنه ارقام، مقارنه ما بين ارقام مصر في الشوط الاول وارقام مصر في الشوط الثاني، ده بتاكد كلام كريم. المشكلة احنا عملنا اداء كويس في الشوط الاول واداء مصر كان هايل، بس المشكلة كانت في التغييرات في الماتش ده. تغييرات كروش، مصطفى محمد زي ما كريم قال كان بيروح وبياخد عامل عمق هجومي، بياخد اتنين مهاجمين اتنين مدافعين معاه بيريح. بص حضرتك المقارنة ديت، استحواذ مصر في الشوط الاول 69%، الشوط الثاني 53%. ايوه. عدد المحاولات الشوط الاول 11، الشوط الثاني 6 وهتلاقي منهم برضو واحدة قبل ما يخرج مصطفى محمد. عدد المحاولات الصحيحه 2 و2، وده برضو بياكد ان احنا عندنا مشكله في الفينش لسه، حته الفينش لو ظبطت هنبقى احسن. بص بقى عدد العرضيات يا كريم، 21 عرضيه في الشوط الاول، الشوط الثاني 9 بس. عدد التمريرات 235 تمريره لمصر، الشوط الثاني 194. الضربات الركنيه اخذنا 7 ضربات ركنيه في الشوط الاول، الشوط الثاني ضربه ركنيه واحده. فوز بالالتحامات الثنائيه 28 التحام في الشوط الاول، الشوط الثاني 22. طب الارقام دي بتقول ايه؟ بتقول نفس كلام كريم بالظبط، ان فعلا في مشكله في التغييرات. ودي ارقام سيئه المنتخب متعادل الشوط الاول وعايز يكسب الشوط الثاني. ايوه دي ارقام سيئه جدا، المفروض تتعكس. يعني انا لو متقدم وفي الشوط الثاني اقول ايه اهدي اللعب اوكي ماشي، انما انا متعادل
في الشوط الاول فارقامي تنزل. هذه لعبه مع منتخب ما اعرفش. ماشي ماشي بس فنتمنى احنا بس احنا فرحانين والحمد لله يعني الشكل ايه. احنا فرحانين عارف اللي هو يعني بعدنا عن الجزائر الحمد لله مفيش جزائر خلاص الحمد لله مش بايدينا هم مش بايدينا احنا بعدين يا عالم ما تعرفش برضه ايه اللي هيحصل. ربنا عالم بالحال يا كابتن اسلام ربنا غلابه بصراحه. عموما كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في مباراته يوم الاربعاء القادم. مباراه مهمه وهنشوف يعني ساعتها ان شاء الله برضو هنتكلم مع حضراتكم ونبقى على الهواء عشان نعرف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه الهامه جدا امام المنتخب السوداني. ومش زي ما ناس كثيره بتقول ان المباراه مضمونه. المباراه صعبه جدا مع منتخب كبير وقوي اكيد طبعا. ويضم مجموعه من الشباب اللي عايزين يثبتوا نفسهم برضو. بس احنا كسبناهم في كاس العرب اكيد 4-0 هي كبيره. واعتقد برضو طبعا كامل الاحترام لكل المجهودات الفنيه بقدمها منتخب السودان بس اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نكسب ان شاء الله ونامن طبعا المركز الثاني. لعل وعسى لعل وعسى سيراليون او غينيا الاستوائيه يعملوا مفاجاه وحد فيهم ياخد الصداره يا كابتن اسلام ويبقى كيروش ده راجل بصراحه مبروك راجل مبروك. واحنا عايزين ايه غير شويه ناس مبروك ما هو بصراحه مش تمشي غير بالتوفيق والحظ بصراحه في وسط الاخطاء الفنيه اللي احنا بنعملها. منتخب السودان متغير خالص عن بطوله كاس العرب. مفيش غير محمد عبد الرحمن بس ان هم بيلعبوا بمنتخب شباب كله. نتمنى ان شاء الله ان يكون التوفيق حليف منتخب مصر وان شاء الله يعني نصعد تاني باذن الله مع نيجيريا وباذن الله يعني ربنا ان شاء الله يكرمنا باذن الله وناخد البطوله يعني يا رب ان شاء الله. عموما دي كانت حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم عارفين. بكره ان شاء الله مباراه النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي واحده من مباريات الكلاسيكو كلاسيكو كره القدم المصريه. ان شاء الله عدد كبير جدا من الناشئين هيكونوا في او كانوا بالفعل او موجودين بالفعل في قائمه النادي الاهلي بكره. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه والصعبه التحضيريه لما هو قادم. ان شاء الله ايضا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال المباريات القادمه. وبكره ان شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره بعد طبعا ما اشكر زميلي العزيزين كريم سعيد. اشكرك جدا يا كريم. اشكرك جدا دكتور احمد على وجودكم معانا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره ميعادنا في تمام الساعه 11 وحلقه جديده من البيت الكريم.